سبعين رجل من الأعلام فضيلة القارئ الشيخ والدكتور محمود علي حسن يختم لنا ليلتنا بالقرآن إن لم يأتي جديد فهو الخاتم للليلة السعيد يتفضل مشكورا. Oh.
عليك. الله الله الله، اللهم صل على النبي. صلى على النبي. اشتغل بقى. نعم يا حبيبي. ابو علي. افتح عليك عم. شوف شغلك بقى. خلاص كده. ثم ترجعون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما صلى على النبي. الله يا ابو علي.
يا صلاه النبي. Bye.
يفتح عليه. الله الله الله. والله خير الراشدين.
Thank you.
صلى على النبي. ختم الناس الله اكبر. ده انت ما تقولش يا شيخ. سلام. مش احمد امهر. لا لا. إنا ماشيين
يرفع عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن والذي أسمعنا الفاتحة فهي مفتوحة لأن الليل ممتد حيث نستمع الآن لفضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروطي الذي يختم لنا الليلة أيضا إن لم يأتي الجديد فليتفضل. أشكر